هو معرض للقوات المسلحة الملكية لثلاثة أيام بالعاصمة الرباط حول المساهمة المغربية في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني، 60 سنة من عمليات حفظ السلام عبر العالم. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات المسلحة الملكية هذا المعرض على هامش الذكرى 45 للمسيرة الخضراء والذكرى 75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، وذلك بتنسيق مع كل من مكتب الأمم المتحدة بالرباط، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربين المقيمين بالخارج. كما تلاحظون هذا المعرض يسلط الضوء على 60 سنة من مساهمة المملكة المغربية في عمليات حفظ السلام، وفي هذا الإطار بلغت مجموع المساهمات 14 مساهمة في 14 مهمة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 20% من مجموع المهمات التي أنشأتها منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1948. المعرض يأتي على هامش الذكرى 45 للمسيرة الخضراء والذكرى 75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة لإبراز مدى انخراط المملكة منذ سنة 1960 في خدمة مبادئ السلام والأمن عبر العالم، ولتقاسم الخبرة المكتسبة من طرف القبعات الزرق المغاربة عبر إرسال تجريدات تابعة للقوات المسلحة الملكية تحت راية الأمم المتحدة بمختلف القارات. نحن هنا للاحتفال بشراكة مثالية بين الأمم المتحدة والمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام عبر العالم، كما أن المغرب مشارك كبير في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة. نحن هنا للاحتفال إلى جانب المغرب بمناسبة 60 سنة في عمليات حفظ السلام. عالمنا مر بأوقات عرف من خلالها السلام تهديدا كبيرا، والسلم لا يمكن أن يقدر بثمن. المغرب لعب دورا كبيرا في الحفاظ على السلم ولا زال يلعب دورا كبيرا في ذلك. معرض يسلط الضوء على بعد التضامن الإنساني للمملكة المغربية الذي يتجلى بالأساس في إرسال المستشفيات الميدانية الطبية الجراحية التابعة للقوات المسلحة الملكية وإيصال المساعدات الإنسانية المباشرة لفائدة سكان الدول التي تمر من أزمات أو تواجه تبعات كوارث طبيعية في مختلف بقاع العالم.